مشاهدينا، وللحديث أكثر عن قرار أمريكا وألمانيا إمداد أوكرانيا بدبابات متطورة وأثر ذلك على ميزان القوى في الحرب الأوكرانية، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد. سلام عليكم سيادة العميد. السلام، حياكم الله. برلين وواشنطن تقرران دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 الألمانية وبرامز الأمريكية، ما مدى تأثير هذه الأسلحة على أرض الواقع وعلى ميزان القوى في الحرب الدائرة في أوكرانيا والتي تقترب من عامها الأول؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع طبعا الدبابات هي سيدة المعركة ولها قدرة نارية كبيرة جدا وقادرة على تدمير الأهداف على مسافات الرمي المجدي لكل مدفع، وهذا المدفع العملاق الذي تحمله الدبابات ليوبارد 2 وبرامز طبعا يعني قادرة على اصطياد أهدافها واقتناص أهدافها. طبعا في الواقع هو القرار متخذ يعني، والعناصر كانوا يتدربون في قواعد في ألمانيا وفي هولندا وبإشراف ضباط أمريكان. طبعا الصفات المعنوية عفوا الصفات الفنية والتعبوية لهذه الدبابات، يمكن أن تستخدم هذه الدبابات كقواعد نارية قادرة على يعني تشكيل قوة نارية ضاربة في المعركة ومنع تقدم الجنود والدبابات والعربات المدرعة من خطوط الدفاع الأوكرانية. يعني في الواقع ممكن أن تستخدم أيضا هذه الدبابات عبارة عن قواعد أيضا متقدمة وممكن أن تستخدم كدبابات في الهجمات المعاكسة. في الواقع يعني تأخير ألمانيا وأمريكا وأعضاء حلف الناتو بالكامل، أيضا بولندا دخلت على الخط وستدعم بدبابات أيضا، هو يعني الغاية من ذلك التأخير هو تأمين وصول هذه الدبابات إلى الجبهات إلى أرض المعركة دون استهدافها من الروس، لأن الروس قالوا أن هذه الدبابات هي أصبحت عبارة عن أهداف مشروعة إليهم لتدميرها. قبل ذلك القرار الذي جاء بالدبابات إلى أرض المعركة، هناك قرار أمريكي ومتكامل من أعضاء كل حلف الناتو بأولا لتزويد أوكرانيا ببطاريات باتريوت طبعا للحماية الجوية وكف القدرة الجوية للطيران الروسي عن أرض المعركة. الشيء الثاني هو السطع الراداري والإلكتروني المتقدم من خلال طائرات أوكس التي يراد إرسالها من رومانيا إلى ألمانيا والتي يبلغ مدى استطلاعها إلى 800 كيلومتر، أيضا للإبلاغ المباشر لكل أنواع الأسلحة ذات القوة التدميرية للتعامل مع الأهداف وحسب نوع هذه الأهداف. إذا هذه الدبابات أيضا هناك تغطية جوية من خلال دعم هولندا لأوكرانيا بنظام دفاع جوي. هذه الدبابات أصبحت مغطاة بكل شيء، يعني إرسالها في هذا التوقيت هي أنها أصبحت محمية من كل أنواع الأسلحة التي ممكن أن تؤثر عليها، ولم يبقى أمامها سوى يعني مقارعة ويعني التعامل مع الأهداف الأرضية والعناصر المتقدمة والدبابات والعربات المدرعة، وممكن أن تستخدم أيضا كما قلت عبارة عن دبابات للرمي غير المباشر. يعني هذا في علم الدبابات يسمى رمي غير مباشر حسب ما يسمونه طارة البرد والمزوات أو ساعة الصمود والمزوات، وهي قادرة أيضا على يعني بطلقاتها المختلفة من طلقات متفجرة التي ترمي رمي غير مباشر وقادرة على تدمير الجنود والدشم والأفراد. أضف إلى ذلك الطلقات الجوفاء التي يمكن أن ترمى على العربات المدرعة والسيارات، والطلقات السابو تسمى طلقات سابو ذات المحرك المستقيم، وهذه الدبابة مدفعها أملس 120 ملم قادرة على يعني بما لديها من جهاز راداري ضمن الدبابة. طيب، حتى الدبابة مكيفة من الداخل وتؤمن الوقاية الذرية للعناصر من أي سلاح ممكن تقوم برميهم عليهم
برمي عليهم روسيا. طيب سيادة العميد، ذكرت أنه في هذا التوقيت ممكن أن يكون لها دور فاعل، ولكن وزير الدفاع الألماني صرح بأن دبابات ليوبارد 2 لن تكون جاهزة للتشغيل قبل 4 أشهر. هل تتحمل القوات الأوكرانية اليوم الضغط الروسي كل هذه الفترة لحين دخول الدبابات مجال الخدمة؟ نعم بالتأكيد، يعني القوات الأوكرانية لو ترى يعني قوة الهجوم، قوة الهجوم ألمانيا حشدت تحشيد قوي جدا ومن عدة اتجاهات، لا نريد أن نحدد يعني ولا نريد أن نذكر الاتجاه البيلاروسي الذي سيصبح في المستقبل خطر على أوكرانيا. هذه الدبابات الآن تحتاج إلى أطقم تتدرب عليها، توقع يعني 4 شهور يعني فترة طويلة، لكن ربما الآن يتم العمل عليها من قبل الأطقم الحقيقيين الذين كانوا يعملون على هذه الدبابات ويعرفون الرمي بها ويعني قيادتها ومناورتها العالية في هذه المعركة. أضف إلى برامز أيضا، أمريكا بالأمس قررت إرسال برامز إلى أوكرانيا. فاليوبارد 2 طبعا هذه لديها أيضا قدرة دفاع ذاتي من خلال عبارة عن بواعث مغناطيسية يعني تغيير وجهة الصاروخ الذي يطلق باتجاهها. فلذلك هذه الدبابة العجيبة يعني لم تدخل إلى المعركة حتى يكون الطاقم قادر ومتمكن من قيادتها. أضف إلى ذلك البرسكوبات التي تعمل على درجة 360 درجة، هذه تستطيع المراقبة في كل اتجاهات. سرعة المجموعة الجيروسكوبية الموجودة في جهاز الاستقرار الموجود لدى الدبابة الذي يعمل بشكل أوتوماتيكي، إضافة إلى ذلك أيضا تلقيم آلي وقياس مسافة ليزري. يعني هي دبابة استخدامها سيكون يغير كل يعني معادلات المعركة على الأرض. طيب هنا هل يمكن قراءة الخطة الأوكرانية المتوقعة بعد أن تدخل هذه الدبابات حيز الخدمة؟ بمعنى هل يمكن أن نتوقع اليوم هجوما شاملا للقوات الأوكرانية على موقع تمركز القوات الروسية؟ نعم، نحن يعني أنا قلت منذ فترة نحن الآن في المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى يعني التي دخلت بها الدبابات الروسية وصلت إلى العمق، إلى محيط كييف وإلى غوستوميل وبوتشا وإربن وخاركيف وسومي وإربن، كل هذه المناطق ويعني كل هذه المناطق وإيزيوم التي دخلت إليها القوات الروسية لم تستطيع أن تحتفظ بالقدرة القتالية الكاملة لهذه القوات، مما أدى إلى تقاقرها وتراجعها إلى إقليمي دونتسك وهولنسك. هذه مرحلة. والمرحلة الثانية التي استلمت بها القوات الأوكرانية زمام المبادرة وقامت بهجمات معاكسة استطاعت إعادة الوضع إلى ما كان عليه واسترداد معظم المناطق ودحر القوات الروسية أمامها ومن ثم تحرير خيرسون. المرحلة الثالثة هي الآن التي نعيشها الآن، يعني الآن عادت الكرة القوات الروسية بعد أن يعني انكسرت إرادة القتال لدى الروس، جاءت فاغنر التي أنقذت الجيش الروسي على لسان الكرملين، لأن فاغنر هي من أنقذت الجيش الروسي ويعني ودخلت إلى سوليدار، وأعلن الذي أعلن دخول القوات إلى سوليدار هو يفيكين بروفوجين، هو الذي أعلن وليس وزير الدفاع أو غيره. وطبعا هذا يعني يدل على أن الجيش الروسي أصبح خارج المعادلة. هؤلاء الذين طبعا يعني أو قوام فاغنر هم من المساجين، من اللصوص، من تجار المافيا. هؤلاء طبعا يعني لديهم إجرام، دخلوا إلى مناطق سوليدار وبعض المناطق التي حولها. عندما تدخل هذه الدبابات إلى أرض المعركة سترى هؤلاء يدحرون ويتراجعون. من خلال الخطة التي تتفضل عنها وتقول بأن أوكرانيا لديها خطة. نعم لديها خطة، وأوكرانيا لديها مستشارين يعملون غربيين ودعم غربي. سيتم في المستقبل كما تم الإطباق على معظم الدبابات والقوات الموجودة ويعني إيقاعها في كمين وفي جيب مقتل. من إسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد، شكرا جزيلا لكم.